السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي، كل سنة وانتم طيبين. معاكم مستر بهادي محمد، مادة الدراسات الاجتماعية. احنا النهاردة بنتكلم عن الدرس الأول في منهجنا، وهو أنواع الموارد. احنا طبعا الموارد بيبقى حوالينا في كل مكان، وهذه الموارد بتنقسم إلى نوعين. أول حاجة اللي هو الموارد الطبيعية، تاني حاجة اللي هي الموارد البشرية. طيب الموارد الطبيعية يعني ايه موارد طبيعية؟ الموارد الطبيعية هي كل الموارد التي منحها الله للإنسان دون جهد من جانبه في تكوينها، وتشمل موارد المياه والتربة والهواء والنبات الطبيعي والثروة المعدنية وغيرها من الثروات. طيب يعني الموارد دي ربنا سبحانه وتعالى أوجدها في الطبيعة للإنسان من غير أن يبذل الإنسان أي مجهود. الإنسان اتخلق ليه الحاجات دي موجودة في الطبيعة؟ لإيه؟ موارد المياه، النيل، تمام؟ المية العذبة اللي الإنسان بيشربها، التربة، التربة المقصود بها التربة الزراعية، التربة الإيه؟ الزراعية، الهواء، الهواء والنبات، الهواء الذي يستنشقه الإنسان، تمام؟ الإنسان طبعًا ما بيروحش يشتري الهواء ده أو بيصنع الهواء، لأ، ده الهواء ربنا سبحانه وتعالى أوجده في الحياة، والنبات الطبيعي، النبات الطبيعي اللي هو إيه؟ اللي هو بالظبط زي الصبار، زي التين الشوكي اللي احنا بناكله، تمام؟ الثروه المعدنيه اللي هي بتعمل منها المعادن، تمام؟ الابواب المعدنيه، الشباك المعدني، السيارات، القطارات، الثلاجات، الغسالات، في المطبخ عندك في البيت الملعقه او الشوكه او السكينه، دي كلها معادن، تمام؟ وغيرها من الثروات. طبعا احنا شايفين في الصوره قدامنا نهر النيل من اهم مصادر المياه العذبه في مصر. طبعا انت شايف نهر النيل قدامك اهو، شايف المراكب الشراعيه، المنظر الجميل اللي طيب دي انواع النباتات الطبيعيه. برضو لان احنا قلنا ان النباتات الطبيعيه موجوده في مصر بشكل كبير جدا، مش التين الشوكي والصبار بس، لا، عندنا انواع ثانيه كتير. طيب لا يتوفر في مصر غابات طبيعيه. انا ما عنديش في مصر غابات طبيعيه اللي هي بقى انت عارف بتبقى مليانه اشجار ومليانه نباتات. انا ما عنديش في مصر الايه؟ الغابات. ليه؟ لان انا ما عنديش امطار، يبقى انا ما عنديش في مصر غابات طبيعيه، بل تنتشر النباتات الصحراويه لنظرة الامطار، يعني لكل الامطار انا ما بيبقاش عندي غابات. اهميه الموارد الطبيعيه، اهميه الموارد الايه؟ الطبيعيه. ايه هي اهميه الموارد الطبيعيه؟ لكل مورد من الموارد الطبيعيه اهميه في حياه الانسان، كل مورد ليه اهميه في حياه الايه؟ الانسان. ازاي؟ انا دلوقتي عندي المياه، المياه دي ضروريه، انا بشرب المياه علشان اعيش، تمام؟ الحيوانات بتشرب عشان تعيش، النباتات بتشرب برضو نفس الكلام علشان يبقى فيه حياه في نمو. الخامات، الخامات هنا المقصود بها الماده الخام. الماده الخام الزراعيه، هتقول لي يعني ايه يا مستر ماده الخام الزراعيه؟ اقول لك يا حبيبي دلوقتي احنا عندنا الزراعه، الارض الزراعيه دي بتنتج ايه؟ خضروات وبتنتج فواكه، تمام؟ انا الفواكه والخضروات دي ماده خام، طب انا بحولها لحاجه منتجات؟ طبعا. انا دلوقتي لما باخد الخضروات دي بعمل منها الخضروات المجمده، تمام؟ انا دلوقتي عندي الفواكه دي بعمل منها العصائر، بعمل منها المربى، تمام؟ طيب الماده الخام الحيوانيه اللي هي الايه؟ الابقار، الاغنام، الماعز، دي كلها ماده خام. ليه؟ بنعمل منها ايه؟ بنعمل منها حاجات كتير جدا، بنعمل منها اللحوم اللي انت بتشوفها، البرجر او السوسيس او اللحوم المجمده، دي اللحوم. طيب بناخد الالبان، بنعمل منها ايه؟ منتجات الالبان اللي هي الجبن، اللي هي الزبادي، تمام؟ اللبن الرايب. طيب المعادن، بناخد المعادن زي معدن ايه؟ زي معدن الحديد، زي معدن النحاس، زي معدن المنجنيز، دي كلها معادن بتدخل في صناعات هامه جدا، هياتي طبعا ذكرها في دروس الايه؟ الفيديوهات القادمه ان شاء الله. طيب مصادر التربه لازمه لزراعه المحاصيل الغذائيه، التربه اللازمه لزراعه المحاصيل الغذائيه، طبعا انت لما بتبقى ماشي ورايح الارياف مثلا، ليه اهل في الارياف او شيء وبيسافر، تمام؟ بيلاقي كده هو ماشي على الطريق في كده ايه؟ اماكن ارض كده خضراء وطالع فيها نباتات، الارض دي هي بيسميها التربه الزراعيه. طيب عندنا برضه مصادر الطاقه، مصادر الطاقه اساس التقدم الصناعي. مصادر الطاقه هنا اللي احنا بنقصدها زي البترول، زي الغاز الطبيعي، انت في البيت عندك بيبقى في عندك مواسير كده في البيت، وفي عداد غير عداد الميه وعداد النور، وانت بتبقى عارف ده كده عداد الايه؟ الغاز الطبيعي اللي بيبقى متوصل للبوتاجاز في المطبخ او متوصل للسخان. طيب الغاز الطبيعي ده مصدر من مصادر الطاقه. ليه؟ لان هو بيدخل في الصناعه، بيستخدم، تمام، ان احنا ندوره. يعني ايه مصدر طاقه؟ يعني بيدي طاقه للماكينه او المحرك، زي البنزين، البنزين بيتحط في العربيه عشان العربيه تمشي، ها؟
نفس الكلام الغاز او البترول، البترول اللي بيطلع منه البنزين بيتحط في الماكينه علشان الماكينه ايه تدور وتشتغل وتنتج المنتجات اللي احنا محتاجينها. طيب بعض الموارد الطبيعيه، بعض الموارد الايه الطبيعيه زي ايه؟ عيون المياه الكبريتيه. عيون المياه الكبريتيه بتبقى عامله بالظبط زي بحيره صغيره خالص كده في الارض، تمام، شبه العين، تمام، بس المياه اللي خارجه منها مش مياه للشرب، لا دي مياه كبريتيه، مياه لونها احمر. ليه بنسميها مياه كبريتيه؟ لان لونها احمر. وباهميتها ايه؟ اهميتها ان الناس بيستخدموها كعلاج للبكتيريا والفطريات اللي بتكون في الجسم. الجماعه السياح او الجماعه اللي بيبقوا عايشين في الصحراء، وفي ناس برضه من المدينه بتذهب الى منطقه زي منطقه واحد سيوة وبتستخدم عيون المياه الكبريتيه دي. طيب بعض انواع الرمال، انت بتشوف كده وانت في المصيف في ناس بتبقى ايه؟ قاعده كده حاطه الرمله على رجليها، او حاطط رجليه في الرمله، او حاطط ايديه في الرمله، او حاطط جسمه كله في الرمله. دي الرمله دي هو بيبقى عايز يستفيد من المي، من الرمال الساخنه. الرمله لما بتكون سخنه بتكون مفيده جدا للجسم، تمام؟ بيجيب بيلبس على جسمه رداء او لبس معين علشان ما يتاثرش بسخونيه الرمله دي. هو بيبقى عايز السخونيه انها تعمل شفط او شد للرطوبه اللي في جسمه او الروماتيزم، تمام. الناس اللي هم العواجيز، السياح العواجيز اللي بيحبوا يجوا يقعدوا على الشط بيحبوا يقعدوا في الرمله علشان رجليه بيكون فيها الام، الام العظم، تمام، فبيعمل له ايه؟ شد بالرمله السخنه دي للالم ده، يعني بيستريح بعد كده بس ان هو مرتاح، تمام. طيب دي بنقول بتقوم عليها انواع من السياحه زي ايه؟ سياحه الشواطئ وزي السياحه العلاجيه. طيب الصوره اللي معانا دي، النشاط الصناعي يتطلب وجود مصادر للطاقة مثل البترول. ده مصنع اهو، احنا لما بنجيب البترول وبنحطه في الماكينات والمحركات بتدور وبتشتغل وبتنتج الايه؟ المواد اللي احنا عايزينها. طيب الصورة الثانية صورة لجمهورية مصر العربية. الجزء الأخضر ده أنا عايزك تركز فيه كويس، ركزوا معانا كده يا شباب. الجزء الأخضر ده اللي هو دلتا النيل، دي الدلتا. الجزء اللي نازل منها ده، تمام، اللي هو وادي النيل، هو ده الوادي النيل. والجزء الأخضر اللي عليه دي الاراضي الزراعيه، يعني الجزء الاخضر دي الاراضي الزراعيه اللي في وادي النيل في دلتا النيل، تمام، والجزء الباقي ده نهر النيل. بنقول قامت الزراعه في وادي النيل ودلتاه بسبب وفره ايه؟ نقطتين، المياه العذبه والتربه الايه؟ الخصبه، المياه العذبه والتربه الخصبه. نقول ان على الرغم من اهميه الموارد الطبيعيه الا ان سوء استخدامها يعرضها للتلوث، يعني على الرغم من اهميه المواد الطبيعيه دي مهمه جدا. زي المياه مثلا، انا جايب صوره هنا اهو لبعض المواسير، مواسير المصانع، تمام، بتلقي مخلفاتها في مياه النيل. شايف ميه النيل حلوه ازاي وجميله ازاي ونقيه؟ لما برمي فيها المياه الايه غير نظيفه دي المتسخه المليئه بالمخلفات الكيميائيه، لما بتنزل في المياه النيل ايه اللي بيحصل؟ بيحصل تلوث، بيحصل تلوث. طب هو يا مستر التلوث ده يعني ايه؟ التلوث هو حدوث تغيرات لبعض الموارد الطبيعيه فتصبح غير صالحه للاستخدام البشري. يعني انا دلوقتي المياه الغير نظيفه دي لما بتصب في مياه النيل النظيفه دي، كان انت بالظبط جبت كده ايه شويه ميه وقلت انا هنضف الغرفه بتاعتي، بعد ما نضفت الغرفه بتاعتك الميه دي بقت نظيفه ولا غير نظيفه؟ هتصبح غير نظيفه. ينفع تاخد الميه الغير نظيفه دي وتروح حاططها في ازايز وتحط الازايز دي بقى في الثلاجه وتسقعها وتقول اشرب بقى ميه ساقعه؟ طبعا لا، لان دي كده ميه غير نظيفه. ليه؟ انت كده عملت عمليه ايه؟ غيرت في ايه؟ غيرت في الماده الطبيعيه اللي هي الميه، ما بقتش بنفس الدرجه بتاعتها. المفروض الميه دي تكون نظيفه، تكون نقيه، وتكون ايه؟ صالحه للشرب. فانت عملت تغيير، ده هو اللي احنا بنقول عليه. الميه بتاعت النيل لما نرمي فيها مخلفات المصانع يحصل فيها تغيير فتصبح غير صالحه لايه؟ الاستخدام، الاستخدام الايه؟ البشري، اللي هو انت البشر، انت الايه؟ الانسان، مش هينفع انك تستخدمها، لو استخدمتها تضرك على طول. تمام؟ يبقى بنقول التلوث هو ايه؟ حدوث تغيرات لبعض الموارد الطبيعيه فتصبح غير صالحه للاستخدام البشري. تمام؟ تمام. عندنا الاسراف في استخدام المياه يقلل من الموارد الايه؟ الطبيعيه. خطر جدا ان انا اسرف في استخدام الموارد الطبيعيه. طيب احنا معانا تدريب، السؤال الاول بيقول اكتب كلمه صح امام العباره الصحيحه وكلمه خطا امام العباره غير الصحيحه مع التصويب. واحد، تشمل الموارد الطبيعية في مصر الطرق والمواصلات. اثنين، تنتشر في مصر غابات طبيعية متنوعة. طبعا العبارة غير صحيحة، انت بتكتب خطأ وبتقول التصويب بتاعها ايه. تمام؟ بما تفسر أهمية الموارد الطبيعية؟ اكتب يعني ايه هي أهمية الموارد الطبيعية. طبعا لما اقول أهمية الموارد الطبيعية يبقى انا اذا عندي ايه؟ اتكلم في كل الموارد الطبيعية زي ما قلنا، انا ايه؟ ذاكرها لك، المياه،
الخامات سواء زراعية أو حيوانية أو معدنية، عندنا التربة، عندنا مصادر الطاقة. اكتب المصطلح الجغرافي لكل عبارة مما يلي: الموارد التي منحها الله للإنسان بمجهود من جانبه في تكوينها، مثل الموارد المائية والتربة والهواء وغيره. كده يا شباب نكون انتهينا من الجزء الأول من درسنا اليوم، درس أنواع الموارد. إن شاء الله الفيديو القادم هنراجع فيه على أنواع الموارد، برضو الموارد الطبيعية، هنشوف حل الطلاب بالنسبة للتدريب. إن شاء الله ندخل في الجزء الثاني من الدرس الموارد البشرية. بالتوفيق إن شاء الله، ونلقاكم على خير. مع السلامة.